اليوم ضيفتي بمزات هي ديما دعيبس. ديما كاتبة صانعة أفلام ومهتمة بالأكلات التقليدية وبالنباتات البرية. ديما جنسيتها فلسطينية أردنية وأمريكية، واليوم أنا وياها وخالتها هالة رح نعمل فتة حليب. إجا زياد بالصبح عند بيتي، كان أنا وعنتر لقينا على الباب، عملت شاي زهورات لإلنا نشرب. الحلو فيها إنه الزهورات هاي كانت كمان باردة، الجو برا كان شوب، فكان كتير مناسب إنه نشرب شغلة باردة. كيف تختاري الخلطة اللي بدك تشربيها؟ هو بيعتمد على المزاج، فحسيت إنه الجو هذا اليوم بالحديقة بدها هيك شوية رواق. لما يكون الشخص جنسيته هيك مخلوطة من أكتر من كان، إيش التحديات يلي بيواجهها؟ أنا تربيت بأمريكا وأنا أصلي فلسطينية أردنية، وهذا الإشي كتير كتير أثر بحياتي، أثر بشخصيتي. في منها أشياء كتير حلوة وبنفس الوقت فيها أشياء صعبة. بأمريكا كنت أسمع كتير حكي إيش فلسطين، ما في إشي اسمه فلسطين، ما في ناس فلسطينية. وهون يعني بسمع حكي بحس حالي أنه أنا مش Arab enough، دائما بحس أنه بإشي زي اسمه imposter syndrome. كتير كنت أحس أنه ما عندي هوية، أنا من وين، أنا إيش. بصراحة هاي الجملة كتير أثرت فيي، وعن جد وعتني على كيف إحنا مرات بنتعامل مع الأشخاص يمكن اللي لغتهم العربية هي مش لغتهم الأولى. عشان هيك جزء الأكل والنباتات البرية اللي أصلهم من هون من بلاد الشام، ما كنت فاهمة أنه أنا عم بعمل هذا الإشي، بس أنه بهاي الطريقة كنت عم بعالج الإمبوستر سيندروم. لأنه لما بديت أعمل كونكشن لهاي الأشياء وبديت أعرف إيش علاقتي فيهم، كيف أجدادي كانوا يستخدموها، بديت عن جد أحس بكونكشن وأحس بإشي أنه كثير أوثنتك جواتي. لما سألني زيد عن الهوية، بحس أنه أنا وصلت محل بحياتي أنه في سلام جواتي يعني بالنسبة لهذا الموضوع، وبحس أصلاً أني مهم أعبر عن هذا الإشي، لأنه أكيد في ناس بحسوا زي كيف ما أنا كنت أحس. الشخص اللي بيكون عنده تواصل مع الحيوان، كيف بتحسي مختلف عن الإنسان اللي يمكن ما عنده حيوان أليف؟ بحس أنه إحنا لما نصير نعمل علاقات relationships مع مش بس البني آدمين، يعني مع الحيوانات مع النباتات، أول إشي بيعلمنا أكتر عن حالنا، لأنه إحنا في جواتنا كل هاي الأشياء، وبحس أنه بيعمل زي نوع من الأمباثي. اليوم مين اللي رح نتعرف عليها؟ رح نتعرف على خالتي هالة. هلا أنا تربيت حوالي كله نساء وبنات، أنا وأخواتي إحنا خمسة، وبعدين أمي وخالتي، وكان في فترة خالتي إجت سكنت معانا لما كنا ساكنين بأمريكا، وحتى لما رجعنا هون كانت فترة خالتي برضو ساكنة معانا. إحنا كل حدا بالعائلة بسميها ماما تو. هلا أنا وياك التنين في عنا إشي مشترك، إنه برضو أنا خالتي اسمها هالة، وبرضو هي يعني زي أمنا الثانية. هيك شفت مجموعة كتب موجودة عندي زي مكتبة صغيرة، وطبعا أكيد معظم المواضيع اللي كانت بهاي المكتبة يا إلها علاقة بالنباتات يا بصناعة الأفلام يا بالقصص من عندنا من العالم العربي. بعدين أجينا بالسيارة لبيت أمي عشان نعمل طبخة مع خالتي. وصلنا على بيت أم ديما، فتنا على المطبخ، ويعني خالة ديما كانت بالضبط زي ما وصفت لي إياها، كانت أصلاً قاعدة عم بتحضر بي الأغراض من قبل ما إحنا نوصل. عشان نعمل فتة الحليب، إذا الحليب الماعز مش موجود نعمل شاي، ومنجيب برضو الجبن البيضة، ومنجيب خبز، فينا نجيب كمان الرشلة، ومنجيب كمان طبعاً السمنة. ساعدناها بأغراض فتة الحليب وبلشت تشرح لنا عن الطبق. أحكي لك عنها إشي؟ أكيد طبعاً. كان الوالد المرحوم دائماً يفطرنا الصبح هاي الأكلة لأنها زي الكنافة كتير طيبة. لما جدي كان يعمل لنا فتة الحليب ولا حدا كان يحكي إشي، يعني أنه خلاص كتير زاكي، ويعني I'm sorry, I'm losing my words. It's a nice memory. ذكرى كثير سهلة الجملة، يعني مش صعبة ابدا. ايش اول خطوة فيها يعني؟ هلا بدنا نصف الارشلة هون، ودي ما بدك تفتفتي الخبز هناك. كيف انتي يعني صغير؟ صغير لانها بدك يدوب. هلا بدنا نغلي الحليب.
هلا بنحط الجبنه. اوكي بس احكي لي الفروقات بين فته الحليب وفته الشاي. هلا فته الشاي هاي اللي تعلمناها واحنا صغار، اولادنا كلهم بحبوها. بعدين اخترعنا لانه بدناش نحط سكر فصرنا نجيب القرشله. أوكي. صارت اهون والقرشه اللي بنعملها مع الحليب تطلع كثير اذكى يعني. أزكى. هلا السمنه بنحط هون معلقتين حسب الحاجه يعني، الناس ايش بتحب. هاي عليها شو اسمه، قول معي، حوايش. هلا هاي اعطيني الشاي حبيبتي ديما، وانت صبي لانه انا خايفه. ديري بالك بدك تصبي فوق السمنه، انا بهمني السمنه تدوق السوح لانه الشاي. ديري بالك. ما لاحظت خالتي دخلت ايدها اجى شوي من المي السخنة على ايدها، وللاسف يعني انه بتصير هيك اشياء مرات لما الواحد يكون عم يطبخ. شفتك حطيتي هيك السكر يعني رشيتي رش. تمام. ممكن ادوبه مثلا بالشاي وبعدين اصب الشاي عليها. هلا هاي ممكن تنعمل بالحليب. بس الوالد ما كانش مرات يكون حليب، حسب المواسم. بالربيع في حليب بس الشتاء فيش حليب. حليب الماعز كان يعملها بالشاي. بس هلا هون بما انه في حليب ماعز والجبنه ماعز كمان اليوم، فبدنا نعملها بالجبنه. اوكي اعطيني السمنه هلا. انا بالنسبه لي كملي انت الجبنه. يلا انا بكمل الجبنه والسمنه. هلا بديش اكثر لكم سمنه لانه شفتكم هناك قلتوا كثير، بدي احط بس واحده هون واحده هون، واللي بده بزيد. القرشله بتدوب من الحليب السخن. يس. عشان هيك هلا بدنا ندير الحليب وهو سخن. اوكي. وما تحرقني المره هاي. انا ما لا ما تقربي ايديك المره هاي. اوكي شامم هاي الريحة واصلة. اسم بتحسي هيك ريحة الإشي الحلو مع الإشي المالح. أساعدك شو رأيك عشان أحكي إني اشتغلت اليوم. يلا تفضل. هلا بالمعلقة معك اكتشف. هيك أدسها. أيوة خالتي اليوم حطت قرفة وأكلنا بالصالون. ديما وعدتني بشكل أكبر عن أهمية إنه نتمسك بالأطباق اللي جاي من المناطق اللي إحنا عايشين فيها. أتمنى إنه يعني نعيش في مجتمع الناس يتقبلوا كل حدا زي ما هن، نساعد بعض يعني بدال الكريتيسيزم، إنه يكون في هيك مساعدة أكتر، تعاطف. لأنه عن جد القعدة مع الأشخاص الأكبر منا عن جد رح تخلينا نكتشف كتير أشياء عن نفسنا.